احنا بقى لنا ايام دلوقتي 72 ساعه اولا عايز اعرف من حضرتك ملاحظاتك على البيان الرابع النهارده ايه الفرق ما بينه وما بين البيان اللي صدر يوم بيقول لنا احنا هنعمل واحد اثنين ثلاثه يوم الجمعه كنا قدام يعني لقطه افتتاحيه أيوة. اعلام آآ عسكري بيخاطب الراي العام المحلي والدولي بان هو ازاء القيام بعمل عسكري شامل آه آه عمل عسكري أمني آسف م. لأنه عمل مزدوج الحقيقة آه الشمولية آه آه لها علاقة بالأسلحة م. المشتركة في هذه العملية م. ولها علاقة بالنطاق الجغرافي للعملية طيب. آه العملية اسمها سينا 2018 لكن من اللحظة الأولى كان هناك إشارة آه واضحة شديده الوضوح أيه. بان العمليه تجري في ربوع جمهوريه مصر العربيه م. كلها وكان هناك مصطلحات بعينها ان العمل أيه. جاري على مجموعه من المحاور الاستراتيجيه اللي ذكرت منها المحور الغربي وده بيشير الى الحدود الغربيه م. انا ببدا من الغرب للشرق أيه. والمحور الظهير الصحراوي لمحافظات مصر يعني احنا قدام قطاع طولي لمحافظات مصر الدلتا والصعيد كله يعني من الشمال الى الجنوب أيه. ثم المحور الاستراتيجي الشرقي الخاص بسيناء وطبعا بدلاله الاسم ان سينا 2018 فكان من الواضح ان هناك الجهد الاكبر سيوجه الى منطقه سيناء كل القطاع من دول انت بتشتغل بطريقه بتشتغل بنوعيه معينه من المقاتلين بتشتغل بنوعيه معينه من السلاح بتشتغل بطريقة معينه من الحركه هذا صحيح تماما تماما ان كل مسرح عمليات له معطياته الخاصه وطبيعته ل في يعني حضرتك دلوقتي حالا الى مساله الحروب غير التقليديه او هي. الحروب الـ الـ غير متماثله اعداء فعلا هم غير تقليديين حركه هذه العمليه العسكريه الامنيه هي حركه تستجيب او تتجاوب او قابله لان هي تتفاعل وتتعاطى مع مثل هذا القدر من التعقيد، هي حرب صعبه طبعا او هي مجموعه عمليات صعبه لكن القوات المشاركه عندها الجاهزيه ان هي هتقابل ده، مش رايحه على سبيل المفاجاه على الاطلاق بل بالعكس هي ذاكرت ده كويس جدا في مرحله التحضير وجهزت له واصبح عندها قدر عالي جدا من اللامركزيه، يعني القوات اللي شغاله على الارض متخيله ومتوقعه دي ده, ده الملمح الرئيسي في الحرب أيه. الغير متماثله ان هو نازل وهو عارف ان هو ان انت هتقابل ربما عشر احتمالات لازم تتعامل مجد... مع اي احتمال منهم لازم تكون جاهز ان انت تتعامل مع اي احتمال منهم وان انت تحقق هدف العمليه رغم انك هتقابل حاجات وسيناريوهات غير متوقعه التركيز الاكبر كما وكيفا هو يخص سينا الى حد كبير حتى الان على نوعيه القوات على عددها على نوعيه المعدات نفسها الاسلحه الافرع المختلفه ده ده صحيح. ده صحيح و... والحقيقه ربما حضرتك اشرت للبيان الرابع لان البيان الرابع احنا كنا قدام اول كشف حساب، اول كشف هي. حصاد. هي. أكتر منه حساب، كشف م. حصاد لثلاث ايام مضت من العمليه او على يعني جمعه سبت صباح اليوم الثالث. اه لا ويعني النهارده صادر صباح اليوم يعني احنا بنتكلم على حصاد يومين. يعني تحديدا بمنتهى الدقة يوم عمل الجمعة، يوم عمل السبت، صباح الحد كان هذا البيان صادر بأرقامه وبالأماكن اللي تم فيها.